رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح الثالث. إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب: لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت. ولكن إن كان إثمنا يبين بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ أتكلم بحسب الإنسان، حاشا، فكيف يدين الله العالم الزاكة؟ فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة، فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون برا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. فإن الافتخار قد انتفى، بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. أما الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا، لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان. أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. في الإصحاح الثالث، وبيستمر على نفس النغمة اللي بيقدمها لنا من بداية الرسالة، ويتكلم قدامنا، يشرح الإيمان والأعمال وأعمال الناموس، ويتكلم بوضوح شديد جدا في عدد 10 أنه ليس بار ولا واحد، وفي عدد 12 يأكدها: الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. عايز يأكد أن الجميع، اليهود واليونانيين أو اليهود والأمم، كل العالم محتاج إلى خلاص المسيح، محتاج إلى عمل الصليب، محتاج لمن يرفع الخطية ويرفع مرض الروح من الإنسان. يقول هنا تعبير لطيف خالص: الجميع زاغوا وفسدوا معا. مفيش واحد يقدر يبرر نفسه، مفيش واحد
بذاته أو بقدراته أو بسيرته أو بحياته يقدر يقول أنا بار، مفيش خالص، بل بالعكس ده هو بالصورة ده هي ممكن يقع في خطية البر الذاتي. ويجي في عدد 23 ويأكد إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. الله لما شاف الإنسان واقع في الخطية مش قادر يقوم، ليس ولا بار واحد، الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. الله جاء وقدم نعمة الفداء مجانا لجميع العالم. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنت النهاردة بتتنعم بنعمة الصليب، نعمة الفداء، والشاطر فينا هو اللي يحافظ على هذه النعمة في حياته وفي سلوكه وفي كل يوم عشان يبقى له نصيب. وده اللي احنا بنسميه الجهاد الروحي، جهاد الإنسان أنه يحفظ النعمة. فالملكوت له ضريبة كبيرة في حياة الإنسان، الملكوت شيء غالي، عشان كده بيحتاج من الإنسان أنه يتعب. وكل الممارسات التعبدية اللي بنعيشها في كنيستنا وبنعيشها على المستوى الجماعي أو الفردي هي من أجل أن الإنسان يحفظ نصيبه في السماء. هنا الافتخار، الافتخار بالإيمان، افتخارك بإيمانك بالمسيح، وبالإيمان ده هو اللي يفتح قدامك بداية الطريق إلى السماء. ربنا معكم.